من لد ولد صبح أو فجر الاثنين الراجح 12 ربيع الأول عام الفيل. في رأي 2 ربيع الأول، في رأي 8، في رأي في رمضان، لكن المشهور بين العلماء 12 ربيع الأول عام الفيل، لأن العرب تترجم بالحوادث وتترجم بالحوادث. أنا يعني كنت في مصر إمتى؟ قبل المظاهرات. طب أنت سافرت إمتى؟ أنا سافرت في مظاهرات يناير. طيب مولانا نعم، أنت أخذت مني 5000 جنيه إمتى؟ قبل الفيضان بأسبوع. بعد الفيضان. ده تاريخ اسمه تاريخ الإيه؟ الحوادث. فالعرب لم يكن عندها تاريخ، لكن كان التاريخ هكذا في الحوادث. شاء الله إن أعظم حادثة حصلت قبل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بأربعين يوم، بشهرين، بأربعة، كان عام الفيل. تعرفون قصة الفيل؟ عندما جاء ملك الحبشة اسمه أبرهة الأشر، يعني في علامة يعني زي جرح، ضربة سيف في أنفه، عشان كده سموه الإيه؟ الأشر. وأراد أن يهدم الكعبة، والقصة معروفة. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الحدث ده 40 يوم أو شهرين أو 4 أشهر. أين أبوه؟ مات والرسول في بطن أمه صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة أنه الولد اليتيم. من أبو عبد الله، وهو الذبيح الثاني. مين الذبيح الأول؟ إسماعيل. إني أرى في المنام أني أذبحك. طب الذبيح الثاني، رأى عبد المطلب في المنام أنه يحفر زمزم، هو مش عارف زمزم، فيستعيذ بالله الفرجي، مرة 2 3 قالوا احفر زمزم، 1 2 3، فأخذ يحفر زمزم، وكان معه ولد واحد اسمه الحارث. فيأتي أصحابه من العرب كده يعني فلون مشاكل كده، تعمل إيه؟ قال أنا أحفر بئر. قالوا لو كان عندك ذكور كثير كانوا ساعدوك، انت عندك واحد، لكن لو كان عندك 5 6 تحفر بسرعة. هو عربي برضو صعب شوية كده. فأقسم ونذر إذا جاءه الله ب10 ليذبحن واحدا منهم، وبالفعل جاء بال10. فأخذ عبد الله، وعبد الله كان محبوب والناس تعرفه وتحبه، وكان جميل وكان طيب، لكن يعني قسم. فذهب يذبحه وفاء، فالعرب تعترض. كانت الدية في ذلك الزمان 10، يعني يقتل يدفع 10. فجاءوا بالسهام، تعرفون سهام اللي هي الأزلام، الأنصاب اللي هي الصنم، الأزلام زي يعني أقلام كده مكتوب كده، ينفع لا ينفع، ينفع لا ينفع، فهمتوها؟ ثم يفعل كده، اختار ينفع، الحمد لله توكل، لا ينفع، يدفع مال ثاني عشان محاولة أخرى. فيفعلون كده، يقتل عبد الله، يدفع 10 تاني، يفعلون عبد الله إلى أن وصل 100. فخرج السهم على الإبل، فذبحوا 100 ناقة، ونجى عبد الله من الذبح. فصارت بعد ذلك الدية في العرب 100 ناقة، 100 إيه؟ وجاء الإسلام وأقره، فصارت الدية في الإسلام أيضا 100 إيه؟ ناقة. فهمتم؟ عشان كده اسمه الذبيح الثاني. الذبيح الأول مين؟ إسماعيل. الذبيح الثاني مين؟ سيدنا عبد الله أبو الرسول صلى الله عليه وسلم. أمه أجمل بنات زهرة أو بنات زهرة، اسمها السيدة آمنة بنت وهب. السؤال، أبو الرسول وأم الرسول كفار ولا مسلمين؟ إحنا لا نريد أن نخوض في هذه الأمور، لا تنسى أشرح. هل أبو الرسول صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله؟ كافر. أمه قالت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله؟ كافر. يبقى كفار. ماليش خلاف. استنى بس يا مولانا. نعم. هل كانوا أحياء عندما صار الرسول رسول؟ لا. كيف يقولون أشهد أن محمدا رسول الله؟ لم يقولوا قلنا كفار. لم يكونوا احياء عند الدعوه، يبقى ليسوا ايه؟ كفار. هم اللي هم ايه؟ هم اهل الفتره بالتالي. مين اهل الفتره؟ اناس لم تبلغهم الدعوه، حكمهم امرهم الى الله، ان شاء عاقب
وإن شاء عذب. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن أبوه كافر أمه كفرة لسوء أخلاق. سوء أخلاق. السيوطي له كتاب في نجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا اسمه تمام المنة في نجاة أبوي، أن أبوي الرسول في الجنة. لكن أن الله أحياهما كما ذكر مولانا البيجوري في الحشية فأسلم، هم قالوا أنه موضوع حديث إيه؟ لكن أنا لا أريد، لا أريد، هم من أهل الفترة خلاص. قال لي أمرهم إلى الله وأنا وأنت أمرنا إلى الله. لكن يعني أهل الرسول كفار عيب، لازم في أدب، لازم في إيه؟ في أدب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الأصحاب كل نوع وكلهم كانوا يعرفون الله، لكن ليس بالطريقة التي نحن نتكلم عنها. يا أبا سفيان أما أنا لك أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ قال لا إله إلا الله. طب لماذا تعبد الأصنام؟ قال نعبد الأصنام لتقربنا إلى الله زلفى. أنا أحب إبراهيم وإبراهيم يحبه المدير، إذا المدير يحبني، فمن أحب حبيبي أحبني. الرسول كان يقول صلى الله عليه وسلم أحب أهل بيتي لمحبتي. يعني أنت حب سيدنا الحسين عشان أنت بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحبوني أنا الرسول صلى الله عليه وسلم لحب الله. فنحن نحب الله، إذا نحب الرسول، لو نحب الرسول نحب أهل البيت. فهمتم؟ في تفاوت. تحب الآخرة تضحي بالمال في الزكاة في الصدقات في الأضحية. بخيل ويحب المال ويقول أنا أحب الآخرة، كيف؟ حب الدنيا وحب الآخرة لا يجتمعان في قلب المؤمن. اجتماع النقيضين مستحيل، ده منطق. اجتماع النقيضين هنا المستحيل، أعرف المستحيل، أبيض أسود، طويل قصير، شبعان جوعان. فهمتم؟ اجتماع النقيضين مستحيل. أول من أرضعه أمه، أرضعته شيء يسمى اللبأ بالهمزة، ألف لام لام باء ألف همزة. هذا اللبأ أول ما يخرج من الأم، ليس لونه أبيض كأنه لونه فضي، في مصر يسمى سرسوب، لأنه يخرج يعني كأنه خيط. هذا السرسوب ده أو اللبأ قبل اللبن يعطي مناعة وقوة للرضيع، وهذا لا يوجد إلا في الأم فقط. فهمتم؟ يعني نحن نعطيه لحليمة السعدية يرضع لبن، لكن اللبأ لا يأتي إلا عقب الولادة تماما، بعده يأتي مين؟ اللبن. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يرضع من أمه أول شيء، ثم أرضعته جارية اسمها ثويبة، ثويبة جارية أبي لهب، أرضعته أياما قيل ثلاثة. جاءت حليمة السعدية وكل المرضعات يعملوا إيه؟ يبحثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كل المرضعات من بني سعد، لأن العرب كانت الحرائر لا ترضع عنها. الحرائر لا ترضع، ترضع مين؟ يعني فقراء شوية، والعادة خارج مكة عشان يخرج الولد فيها قوي، فكانت العرب تردع أبنائها في الصحراء والبادية حتى يخرج إيه؟ قوي. لكن كل المرضعات يرفضن الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه يتيم. الجد عبد المطلب موجود؟ لا، لو الأب ممكن يعطي 100 جنيه، لكن الجد 10 جنيه 5 جنيه 20 جنيه. فعطاء الأب يختلف عن عطاء مين؟ الجد. ليس الجد، الجد يعني التعب، إنما هذا الجد. إن شاء الله أن حليمة تدخل متأخرة. ليه؟ لأن الدابة ضعيفة لا تأكل، فتمشي بالإيه؟ بالرحمة. المرضعات يخرج من مكة مع المرضيع، وحليمة إيه؟ تدخل. رأت حليمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فين أبوه؟ أبوه شو أقول؟ طب السلام عليكم. عليكم السلام. حليمة خلاص متأخرة، لا تجد إيه؟ لا تجد رضيع. فقالت آخذ اليتيم خير من أن أعود بلا رضيع. فأخذت الرسول صلى الله عليه وسلم ترضعه من صدرها الأيسر، لا يرفض، استغفر الله، يرفض. تعطيه من اليمين يشرب، هي تتعجب. ثم ترى في صدرها لبن كثير، يعني لو قليل علشان لبن قليل، كثير عشان لبن إيه؟ كثير عشان القوة. كلما كانت الأم قوية اللبن يأتيها كثير، الأم ضعيفة اللبن يأتيها قليل، عشان كده الأم
في الرضاعة تشرب يعني تأكل العسل، تأكل مثلا مش عارف فواكه، يعني بعض الأمور كده علشان يقعد تعطيها قوة، فاللبن يأتي كثير. فوجدت اللبن كثير وهي ضعيفة تتعجب، تركب الدابة، هي دخلت والمرضعات إيها تخرج، ومكست في مكة أياما تبحث، ووصلت بني سعد قبل كل المرضعات. حليمة عندها غنم، تعرفين غنم؟ في طعام؟ مفيش طعام أصلا، كيف يأكل الغنم؟ ضعيف كده. بعدين حليمة تحلب تشرب، والأطفال يشربون، وفي لبن يعني في الآنية كده في الإناء. زوجها يأتي اسمه أبو كبشة، في لبن عندنا وفي طعام عندنا، ما شاء الله، إيه الموضوع؟ مش عارف، نحن نحلب، ينزل لبن كثير. فقال هذا الولد مبارك، هذا الولد إيه؟ مبارك. ده في البداية. ثم أدركت حليمة أن وضع يد الرسول صلى الله عليه وسلم على أي مرض يبرأ، وكانت الناس تأتي إلى حليمة، يا حليمة نعم أنا بطني مريضة، عيني رمضاء، فتأخذ يد الرسول صلى الله عليه وسلم اليمنى تضع يبرأ. هذا الكلام موجود في سيرة سيد البشر للملي باري الذي تحكيده. فأدركت حليمة أن يده بركة. ثم بعد عامين ردته إلى أمه، الرضاعة خلاص، لكن حليمة تخاف البركة إيه تمشي، لكن ماذا أفعل؟ فأخذت تقول يعني اسمها إيه، مميزات عروض، اتركوه عندنا يكبر شوية ويأتيك قوي، وا 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 وا. وافقت آمنة لسبب واحد، أن مكة كان منتشر فيها وباء، فخافت السيدة مين؟ آمنة على ابنها فردته. بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم 3 سنين ونصف، جاءه جبريل وميكائيل ومعهم ماء من زمزم، فشق جبريل بطن الرسول صلى الله عليه وسلم صدره، وأخرج قلبه، هذا حديث مسلم رواه مسلم، وغسله ووجد نقطة سوداء، ثم وضع القلب تبادل من غير سكين ولا ألم. الأطفال ينظر فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم إيه بطنه، والقلب يخرج بره، قال قتل. يذهبون إلى حليمة، يا حليمة يا حليمة أخونا القرشي قتل، قتل حقيقة، بطنه مفتوح والقلب خلخارك. فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إيه الموضوع؟ قال في رجل جاء هو جبريل ومعه رجل آخر وهو ميكائيل، وشق صدرا و فخافت حليمة، لأن حليمة مسؤولية، هي برضه مسؤولية. هنا بقى في المصالح، يموت عندي مسؤولية، بركة عندي جميل، لكن تخاف. فذهبت إلى أمه، وعمر الرسول كم سنة؟ 4، تفضلي. ثم تحت فأم الرسول صلى الله عليه وسلم كأنها تضحك، قالت أنا رأيت في مولده عجبا، خرج من بطنها نور، ترى بلاد الشام مختونا، اللي هي الطهارة، قيل ولد مختونا، بس هذا رأي مرجوح. الراجح ختنته الملائكة يوم الايه؟ 7، حتى لا يطلع أحد على عورته صلى الله عليه وسلم. إرهاصات حصلت في نار الكفار في 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 العراق، 1000 سنة لا تنطفئ، يعني قبل أن تنطفئ نضع الحطب، والنار فوق، استغفر الله، أمام السدنة، اسمه سدنة، السادن يعني خازن النار، سادن. فجأة وجد النار تصير في بحيرة اسمها بحيرة ساوى، كان فيها ماء، صار ما فيش ماء. في لحظة كسرى عنده قصر 14 شباك، تعرفون شباك؟ ويندو تسقط عقد له إيوان، إيوان اللي هي القبة، تشرخت، إلى الآن موجود الآثار في بابل، ده اسمه إيه؟ إرهاص. هذه إشارة من الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ظهر، كل مظهر من مظاهر الكفر لازم ينكس. فهمتم؟ حكمة الله اقتضت أنه عمر 4 سنوات يجلس قليل مع أمه، فجلس معها 5 و6، فذهبت الأم إلى بني النجار في المدينة وهم أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هاشم تزوج من المدينة في المدينة، وأنجب عبد المطلب في المدينة، فهمت؟ ثم يكبر فأخذوه، أخذوا عبد المطلب إلى مكة، لكن أقارب عبد المطلب كلهم فين؟ في المدينة، فصوموا أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إليها وشافوا قبر أبوه، لأن أبوه دفن في دار الزبياني في المدينة،
وفي العودة في مكان اسمه الأبواء مرضت السيدة آمنة وماتت، ثم دفنت وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم مع جاريته أم أيمن بركة الحبشية. من تكفل به؟ الجد من سن 8-6 إلى 8. مات عبد المطلب، تكفل به أبو طالب من سن 8 إلى أن مات. لماذا أبو طالب؟ لسببين: واحد سيد مكة بعد أبيه، اثنين هو الأخ الوحيد الشقيق لعبد الله. بلغ 8 سنوات أبو طالب ما شاء الله، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت كبير، يعني إيه ترعى الغنم؟ ما من نبي إلا ورعى الغنم. 8 سنوات 12 سنة ما شاء الله صرت رجل. تعالى أعمل إيه؟ تعمل في التجارة، حرفتك وحرفة أبوك وحرفة عمك وحرفة جدك وحرفة قومك. بلغ 12 سنة يعمل في التجارة. طب تعالى إلى الشام، فحصل إرهاص. يعني إرهاص؟ السحابة قريب عشان يأتي بالظل. من لمح ظاهرة الكونية دي؟ راهب نصراني اسمه بحيرة، لا بحيرة، بحيرة ألف مد. هذا الراهب له صومعة، صومعة يعني مكان للعبادة، حجرة كده يعبد ربه خلاص. فأول مرة يقول له: تعالوا اشربوا ماء، اشربوا شاي، كله طعام. يعني أنت أصلا فقير كيف تطعم؟ وعايز يعرف السبب. ثم يتحركون والسحابة لا تتحرك. إيه الموضوع؟ هل تركتم أحد؟ قالوا طفل صغير يأتي. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالسحابة إيه؟ تمشي. بحيرة قال لعبد لأبي طالب: رب ابنه أخيك إلى مكة، لأنه لو ذهب إلى الشام سيعرفه اليهود كما أنا عرفت، وإذا عرفوه قتلوه، لأن اليهود تنتظر نبي جديد منهم، فلو كان النبي من غيرهم يقتل. وبالفعل عاد به إلى مكة. بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم 20 سنة. قامت حرب بين قبيلة اسمها غيلان وقبيلة اسمها كنانة، وقريش وكنانة سواء، فانضمت قريش مع مين؟ كنانة. وحاربوا في الأشهر الحرم، وده ممنوع، فسموها بحرب الفجار. حرب ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المعركة يحمي ظهور أعمامه، عمه يحال لو واحد يلقي بسهم من الخلف هو يفعل هكذا بالدرع. بلغ 25 سنة صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى خديجة، شاء الله أن السيدة خديجة تقتنع بالمشروع، فضل فلوس السيدة خديجة زي البنك. يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أريد أشتري ثياب من بلاد اليمن ونبيع في مكة و و و و و طيب المشروع ده يحتاج 10,000 جنيه، إن شاء الله الربح أنت نصف أنا النصف، خلاص تفضل. ثم أرسلت ميسرة، ميسرة ده خادم يعني يشتري له طعام، يفعل له مثلا مشروب، وفي نفس الوقت يراقب المال. يبني لازم إدارة. عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من بلاد الشام، المال ما شاء الله يربح 2000، صار يربح 4-5. بدأت خديجة تفكر: تعالى يا ميسرة، إيه الموضوع؟ قالت: جلس تحت شجرة، فإذا راهب يقول: لا يجلس تحت هذه الشجرة إلا نبي. طيب بعدين يا ميسرة؟ قال: رأيته نائم، فإذا بشجرة تمشي، تمشي شجرة تمشي، خارق للعادة، ثم تقف ثم تعود. بعدين سألوا الرسول: إيه الموضوع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنها شجرة استأذنت ربها أن تسلم علي فسلمت، ثم عادت مرة إيه أخرى. كل الكلام ده موجود في معجزاته. شاء الله إن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأت خديجة تفكر، لأنها كانت تجلس تتكلم مع ورقة، ورقة ابن عمها، وورقة من الخمسة، خمسة من العرب خرجوا من مكة يبحثون عن الإله، قال: أصنام ده، استغفر الله العظيم. كم صنم حول الكعبة؟ 360. 300 وكم؟ شاء الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم تفكر خديجة فتفرست أنه هو النبي. اسمها فراسة، بعدين أحكي لكم، في علم كبير اسمه علم الفراسة. فهي كأنها توقعت هو النبي من الأخلاق دي، غريب.
وما من سيد من سادات مكة إلا أراد زواجها. لكن سبحان الله، سبحان الله، في صديقة طيبة كده اسمها نفيسة بنت منبه تتكلم مع خديجة، ايه الموضوع؟ كأن في حب، في عشق. لماذا لم يتزوج؟ انا امرأة في حياة. وكانت خديجة تسمى بالطاهرة، خديجة يعني حاجة عظيمة، يعني ليست استغفر الله، لا حاجة عظيمة. عمرها 40، الرسول عمره 25، ما فيش مشكلة. عرفهم كذا، لكن عرفهم كده ما فيش مشكلة خالص. الرجل كبير والمرأة صغيرة، عرفهم هكذا. من الخطأ أن تحكم على عرف زمن بزمنك. فذهبت نفيسة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أنت 25 عام، لماذا لم تتزوج؟ الرسول طيب أنا أتزوج مين؟ زينب، هدى، يعني نساء عادي. فجأة تأتيني ببنت ملك، أغنى نساء العرب بالتجارة، يعني امرأة ما شاء الله مقام اسمها الطاهرة. فقالت خديجة، قالت لو أنت توافق اترك الأمر لي. الرسول يوافق. ذهب عمه أبو طالب وعمه حمزة والعباس وأبو طالب إلى مكة. قال أنا أزوجك سيد شباب مكة. ثم أعطاها صداق من ماله 12 أوقية، الأوقية 129 جرام فضة أو ذهب، يعني قريب من كيلو ونصف كده، كيلو ونصف. ودخل بها في بيتها. فين بيت السيدة خديجة؟ الصفا المروة، تخرج تجد البيت مش موجود الآن، يعني يدخل في ساحة أمام الحرم كده. خمسة وثلاثين سنة جاءت أمطار شديدة فكسرت الكعبة، فبنوا الكعبة من جديد وتنازعوا في وضع الحجر، ممكن قتال. فقال أول من ينزل من الطريق هو الحكم. فجاء الرسول، العرب فرحان، الصادق الأمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ الحجر ويضعه على رداءه. ثم قبيلة عبس، قبيلة مكة، قبيلة كنانة، قبيلة كذا، قبيلة كذا، قبيلة كذا، وكل شيخ قبيلة يمشي عند السنتر، يعني وضع الحجر، الرسول يأخذ ويضع ويقبل ويضع. فهمتم؟ وانتهى الأمر. 39 سنة حبب إليه الصفاء والخلاء. لازم الإنسان يخلو بنفسه، يعني يوم أسبوع كده، يعني يفكر كده، يقعد هادي مش مع أصحابه كده لا لازم يتأمل. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى جبل اسمه النور، الغار فوق اسمه حراء، غار يعني حفرة صغيرة، لكن لو كبيرة اسمه كهف، اسمه إيه؟ يعني يأكل يشرب يتأمل في الشمس تخرج في القمر يخرج السحاب، التأمل عبادة سيدنا إبراهيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ تأمل. وإلى الجبال، السماء كيف رفعت، الجبال كيف نصبت، الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت إيه؟ وذكر مظاهر القدرة كما كنا نتكلم. نحن لم نرى الله ولكن رأينا مظاهر قدرته. فهمتم؟ يوم الاثنين 27 رمضان، وعمر الرسول صلى الله عليه وسلم 40 سنة و6 شهور، جاء جبريل وقال اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، اقرأ وربك الذي علم، علم الإنسان ما لم